رئيس الجمهورية العربية المتحدة الرئيس جمال عبد الناصر. أيها المواطنون، الحمد لله الذي وهبنا هذه القوة وهذا الإيمان. الحمد لله الذي أعاننا على إقامة الوحدة العربية. الحمد لله الذي عاوننا فبقوة من عنده استطاع الشعب العربي أن يقيم الجمهورية العربية المتحدة. الحمد لله الذي وهبنا هذا الإيمان وهذه الثقة، فبالإيمان والتصميم والثقة استطعتم أيها الإخوة أن تقيموا الجمهورية العربية المتحدة، وبالوعي الوعي السليم استطعتم أن تعرفوا وسائل الاستعمار في إضعاف الوطن العربي. فقد حاول الاستعمار دائما ألا تقوم لنا قائمة وأن نبقى في هذا العالم أمم من المستضعفين، ولكن الوعي والثقة والإيمان والاتحاد مكن الشعب العربي في سوريا وفي مصر من أن ينتصر. ويعلن كلمته ويقيم الجمهورية العربية المتحدة. الفضل في هذا لله ولكل فرد منكم، لكل فرد من جميع أنحاء الجمهورية، والفضل أيضا أيها الإخوة المواطنون لمن جاهدوا من قبل وذاقوا العذاب وذاقوا القتل والاستشهاد. هؤلاء الناس الذين لم يسلموا أبدا ولم يستسلموا، ولكنهم فضلوا أن يذوقوا الموت. ولكنهم فضلوا أن يذوقوا الموت أو تعلوا كلمة الشعب. قاتل إخوتكم وقاتل آباؤكم وكافحوا عشرات السنين من أجل هذه الأيام التي نحتفل بها. إننا اليوم ونحن نحتفل بتحقيق أول ثمرات الوحدة العربية، إنما نذكرهم ونذكر جهادهم ونذكر كفاحهم. إننا اليوم أيها الإخوة المواطنون نجني ثمرة كفاح الآباء وثمرة كفاح الأجداد، وإننا اليوم أيضا نعاهد الله على أن نستمر في الجهاد وعلى أن نستمر في الكفاح حتى تتحقق كل الآمال التي عملوا من أجلها، كل الآمال التي استشهدوا في سبيلها. إننا اليوم ونحن نذوق حلاوة النصر وحلاوة الوحدة التي كافح من أجلها آباؤنا ولم يتمتعوا بالنصر،
والتي كافح من اجلها اجدادنا ولم يتمتعوا بالنصر. نعاهد الله ونعاهد الوطن ونعاهد الشعب على ان الكفاح سيكون مستمرا دائما من اجل تثبيت الوحدة العربية وتثبيت القومية العربية. اننا اليوم ايها الاخوة المواطنون نعاهد الله ونعاهد الوطن على ان نتحد وعلى ان نعمل بكل قوتنا في سبيل تحرير جميع انحاء الوطن العربي. سنعمل بكل قوتنا لمساندة الاحرار في كل مكان وفي كل قطر من اقطار الامة العربية. ان جمهوريتكم العزيزة بكم ان جمهوريتكم العزيزة بقوتكم وبإيمانكم تعاهد الله انها ستكون دائما السند لكل بلد عربي يسعى في سبيل الحرية ويسعى في سبيل الاستقلال. لا مكان ايها الاخوة للاستعمار باي شكل من الاشكال ولا لاعوان الاستعمار باي صورة من الصور. لا مكان ايها الاخوة لمناطق النفوذ ولا مكان في ارضنا الا لنا نحن العرب فهذه بلادنا. كانت دائما مش على الحرية ومش على الحضارة. اننا اليوم ايها الاخوة المواطنون ونحن نحتفل بهذه الانتصارات نعاهد الله على ان نعمل بجد وعزم وايمان لاقامة عدالة اجتماعية بين ربوع هذا الوطن حتى نستطيع ان نحقق الهدف الاعلى الذي نسعى اليه متعاونين وهو اقامة وطن متحرر ترفرف عليه العدالة والمساواة. اننا اليوم ونحن نحتفل بانتصارات الوحدة سنتجه قدما الى الامام وسنعمل بجد وايمان لتدعيم هذه الجمهورية ولرفعها في كل سبيل من السبل وبكل وسيلة من الوسائل. وليكن شعارنا دائما الحرية والعدالة والمساواة والاخاء والاتحاد والثقة. والله يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله. هكذا استمعتم ايها المواطنون الى كلمة سيادة الرئيس جمال عبد الناصر في المواطنين من ابناء الشهباء الذين زحفوا لتحيته ولاجتلاء طلعته في هذا اليوم المبارك اليوم الخالد من ايام الشهباء.